مساء الخير طلاب الأعزاء. بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن تحليل الدوائر المنطقية اللي هي مثل ما قلنا سابقا من نوع Combinational. محاضرة اليوم راح نتكلم عن تصميم الدوائر المنطقية اللي هي من نوع Combinational Circuits. هنا راح نبدي بالديزاين بمعطيات أو مطالب وننتهي بمعادلات بوليان أو دائرة كومبينيشنال تقوم بأداء هذه المعطيات اللي عندنا. ممكن أن نلخص الديزاين بروسيجر بالخطوات التالية. الخطوة الأولى ممكن أن تكون أنه نحسب عدد الانبوت المطلوب والاوتبوت وننطيها رموز. يعني اول شيء لازم اعرف اني بالديزاين مالتي كم انبوت ممكن ما يعطى، ممكن يكون ضمن المعطيات، يعني ضمن سياق الكلام المطلوب تصميمه، وكذلك عدد الاوتبوت. فاذا النقطة الاولى انه نحدد كم انبوت عندي وكم اوتبوت عندي واعطيهم رموز. يعني راح اسمي مثلا انبوت اي او بي او سي وهكذا، وممكن ان اسمي الاوتبوت F1 F2 F3 او نسميهم واي زد. اذا هذا المقصود بالخطوة الاولى. الخطوة الثانية، من المعطيات اللي عندي ومن عدد المتغيرات اللي عرفت بيها الانبوت والاوتبوت احاول ان اكتب او ارسم التروث تيبل الخاص بهذه المسألة. الخطوة الثالثة، من التروث تيبل اجي احصل على البوليان فانكشنز المبسطة الخاصة بكل اوتبوت بدلالة الانبوت. يعني هنا حتى احصل على بوليان فانكشنز مبسطة اذا لابد ان استخدم الكارنوف مابس. الخطوة الثالثة الرابعة وهي الأخيرة بالتصميم اللي هي بعد موجدة المعادلات الخاصة لكل output بدلالة الانبوت أجي أن أرسم اللوجيك دايجرام. يعني شنو؟ أشوف هاي المعادلة بها inverter، بها AND، بها NOR، بها exclusive OR وهكذا. إذن هذه هي الخطوات الأساسية لتصميم الدوائر المنطقي. نجي الآن إلى الخطوة، مثال، نأخذ مثال بسيط يوضح لنا هذه عملية التصميم. المثال اللي عندنا هو يقول حول البي سي دي كود إلى الأكسس 3 كود علما للديسيمال ديجيتس. قلنا هذه هي المعطيات اللي عندي. منا أني الخطوة الأولى لازم أحدد كم أمبوت وكم أوتبوت عندي. نجي بما انه الانبوت هو بي سي دي كود، اذا مثل ما نعرف البي سي دي كود يتكون من 4 بت. ليش 4 بت؟ لانه احنا بدنا نحسب من 0 الى 9، هذا هو البي سي دي كود. والتسعة حتى نمثلها بالباينري نمبر ريبريزنتيشن اذا احتاج الى 4 بت. فاذا راح اجي اسمي الانبوت هو A و B و C و D، إذن 4 متغيرات. لذلك راح أجي أحدد بالتروث تيبل الانبوت سايد اللي هو مثل ما قلنا اللي هو على اليسار، وإجيت سميت اللي هم المتغيرات مال الانبوت A و B و C و D. إذن راح أجي أعد من 0 إلى 9. الصفر أمثلها 0 0 0 0، الوان 0 0 0 1، وهكذا إلى أن أوصل إلى الانبوت 1 0 0 1 اللي هي تمثل 9 بالديسيمال. نجي الآن ما هو الأوتبوت؟ الأوتبوت هو الأكسس 3. إذن نعرف إنه الأوتبوت راح يكون هو أكسس 3. راح أجي أسمي الأوتبوت W و X و Y و Z. تريد تسميهم F1 و F2 و F3 و F4 حسب التسمية اللي أنت تريدها. نجي نشوف الصفر بالعشري كيف يمثل بالأكسس 3.
هو 0011. هسه واحد يقول او السؤال ليش الاوتبوت صار 4 بت؟ لانه اني دا امثل الانبوت من الصفر الى التسعة بالاكسس 3، فاذا كم بت احتاج؟ احتاج 4 بت. ليش؟ لانه اقصى قيمة هي التسعة، كيف تمثل بالاكسس 3؟ هي 1100 اللي هي نتذكر شو تكافئ لي؟ تكافئ لي ال 12. ليش؟ لانه هو اكسس 3، قلنا القيمة بالعشري مضاف الها 3، لذلك اجي اكتب الصفر هو شي قابله 3، 0011. الواحد بالعشري شي قابله بالاكسس 3؟ 0100. الاثنين 0101. وهكذا ننتهي وين؟ بالتسعة اللي هي شي قابلها بالاكسس 3 1100. اذا بعد ما رسمت التروث تيبل الخاص بهذا الديزاين اللي هو قلنا الانبوت بي هو بي سي دي كود والاوتبوت هو اكسس 3، نجي نباوع الخطوة الجاية. احنا بما انه استخدمنا 4 بت للانبوت، ونتذكر الاربعة بت تنطيني 16 حالة لانه دا اعد من الصفر الى ال 15، بينما اللي استخدمناهم احنا من الصفر الى التسعة. اذا بقى عندي العشرة والدعش والاثناعش والثلاثعش والاربعتعش والخمستعش، هذول راح يعتبرون don't cares. لذلك العشرة والدعش والاثناعش والثلاثعش والاربعتعش والخمستعش هم don't care. اذا كملنا هذه الخطوة من الديزاين، نجي الان الى الخطوة التالية اللي هي تمثيل كل output بدلالة الانبوت، يعني اوجد معادلة للW بدلالة الA والB والC والD، اي اوجد معادلة للX بدلالة الانبوتs A وB وC وD، وهكذا لجميع الاوتبوت. زين، قلنا هذه البوليان اكسبريشن لازم يكون simplified. ما دام simplified اذا احتاج ان استخدم البول الكارنوف ماب. نجي هنا حتى ننشئ الكارنوف ماب، نجي نباوع كم متغير عندي بالانبوت؟ 4، فاذا احتاج كارنوف ابو 16 خلية، اللي هو راح اخلي بهالحالة اي وبي على الاعمدة، فهذا اي بار بي بار، اي بار بي، اي بي واي بي بار، وراح اخلي السي والدي على الصفوف، فسي بار دي بار الصف الاول، سي بار دي الصف الثاني، سي دي الصف الثالث، وسي دي بار اللي هو الصف الرابع. ممكن تريد تسمي الاي والبي على الصفوف والسي والدي على الاعمده، هذا الموضوع حسب ما يعجبك انت، لكن اللي راح يتغير عندي هو ترقيم كل خليه او كل مربع في هذا الكارنوف. بعد ما رمزت الأعمدة والصفوف أجي أرقم الخلايا، لذلك راح يصبح هذه الخلية هي صفر، هذه الواحد، هذه الثلاثة، هذا الاثنين، هذا الأربعة، خمسة، سبعة، ستة، هاي ثمانية، تسعة، دعش، عشرة، وهكذا. نجي نشوف هذا الكارنوف لازم أعيد رسمه 4 مرات. ليش 4 مرات؟ لأنه أني أحتاج أن أوجد معادلات مبسطة لأربعة أوتبوت اللي هم W و X و Y و Z. بعد ما رقمتهم أجهز الآن أبدي أوجد معادلة المبسطة للW. الW وين موجود؟ الواحد موجود بالخمسة، بالستة، بالسبعة، بالثمانية والتسعة. إذا نزلت واحد بالخمسة وبالستة وبالسبعة وبالثمانية وبالتسعة. أما الخلايا 10، 11، 12، 13، 14 و15، فهذول لازم يكونون don't care، لأنه احنا عرفناهم هم don't care. فهذول don't care الخلايا الستة راح ينزلون don't care
ايش وقت ما اجي احسب ال W وال X وال Y وال كذلك ال Z. نجي الان بعد ما رقمنا الخلايا اللي بيها واحد ورقمنا ووضعنا رمز الدونت كير في الخلايا الاخرى، نجي نتبع الان خواص الكارنوف. هنا ابحث على اربعة خلايا متجاورة، او ابدي بثمانية، عندي هذول الثمانية خلايا متجاورة، هذول الثمانية اقدر اختارهم سوى، استفاديت من الدونت كير. هذول شراح اسميهم او شينطوني ثمان خلايا متجاورة في كارنوف ابو 16 خلية تنطيني حد متكون من متغير واحد اللي هو منو اي، لذلك المعادلة انطتني الرمز اي. زين، ابحث عن خلايا متجاورة اخرى، عندي ثمانية، لا ابحث على اليمن على الاربع خلايا متجاورة، ممكن ان اخذ هذول الاربعة سوى، هذول الاربع خلايا سوى اللي هم الستة والسبعة والاربعتاش والخمستاش، ذول اربع خلايا متجاورة. اذا ايش راح ينطوني؟ راح ينطوني حد متكون من متغيرين اللي هم واقعين ضمن عمود البي وضمن صف السي، اذا ينطيني حد بي سي، هذا هو الحد الثاني. ادور على اربعة خلايا متجاورة اخرى، راح ممكن ان اوجد هذه الخلايا او اخذ الخلايا خمسة وسبعة و 13 و 15، هذول اخذهم سوى الخلايا، فذول اربع خلايا متجاورة. فاش تنطيني؟ راح تنطيني حد متكون من متغيرين، من هم ذول المتغيرين؟ ذول واقعين ضمن عمود البي ضمن صف الدي، فلذلك حصلت على الحد الثالث بي دي. بقى عندي واحد ما محوطة او ما مختارة، لا اذا انتهت، فلذلك انطتني دبليو اللي هي اي اللي هي محاطة باللون الاصفر، زائد بي دي اللي هي محاطة باللون الاخضر، زائدا بي سي اللي هو محاط باللون الاحمر. وجدت معادلة دبليو اللي هي بدلالة المتغيرات الانبوت، ومعادلة ابسط ما تكون. نجي الان نفس الكلام نعيد على اليمن على العمود اكس الاوتبوت اكس، راح اجي اباوع الان الاكس. وين عندي؟ قلنا يكرر نفس الكارنوف، يكرر نفس مكان الدونت كير موجودة هياته. اجي اباوع وين عندي واحدات؟ عندي بالواحد فخليت بالخلية رقم واحد واحد، عندي بالاثنين اخليت بالخلية رقم اثنين واحد، عندي بالثلاثة خليت بالخلية رقم ثلاثة قيمة واحد، عندي بالاربعة، شوف بالاربعة اذن خليت قيمة واحد، وعندي بالتسعة، هاي التسعة فخليت ايضا قيمة واحد. اجي الان حتى نتأكد كم واحد عندي بعمود الاكس، خمسة واحدات. كم واحد نزلت؟ احسبهم، هاي ثلاثة هاي اربعة وهاي خمس واحدات. والدونت كير مثل ما قلنا اللي هي القيم من عشرة الى خمستاش موجودة. اجي الان اباوع ادور عليه، اكو ثمان خلايا متجاورة؟ لا. اجي ادور هل اكو اربعة خلايا متجاورة؟ نعم، ممكن ان اخذ هذول الخليتين بالاخضر حددتهم مع هذول الخليتين، فهذول اربعة خلايا متجاورة، ذول ضمن يا عمود واقعين، واقعين ضمن عمود البي بار، ضمن يا صف واقعين دي، فاذا تنطيني الحد بي بار دي، حصلت على هذا الحد. ليش؟ لأنه أربعة خلايا متجاورة في كارنوف أبو 16 خلية، فبالتالي أحصل على حد متكون من أربعة من متغيرين. زين، نجي نباوع، عندي بعد خليتين أربعة خلايا متجاورة؟ نعم،
عندي هذول اقدر اخذهم سوا اللي هم العشرة والدعش استفاديت من الدونت كير مع الاثنين والثلاثة هذول شي ينطوني ها متغير ضمن عمود البي بار واقعين ضمن عمود البي بار ضمن صف السي فاذا راح حصل على الحد بي بار سي بقى عندي واحد بعدني ما مختاره نعم هنا هذا الواحد هو ما الى واحد مجاور لكن اقدر ان استفاد من هذه الدونت كير واحوطهم سوا يعني اخذ الخلية اربعة و 12 اخذهم سوا فخليتين متجاورة في كارنوف ابو 16 خلية راح تنطيني حد متكون من اربعة من ثلاثة متغيرات من امي هذول واقعين ضمن عمود البي ضمن صف سي بار دي بار فاذا انطيني الحد بي ضمن عمود البي ضمن صف السي بار دي بار ضمن عمود البي ضمن صف سي بار دي بار حصلت على المعادلة المبسطة للاوتبوت اكس نجي الان نعيد نفس الكارنوف نفس الترقيم لانه خلينا الاي والبي على اعمدة والسي والدي على الصفوف فرقمناهم بهذا التسلسل اللي هو 0 1 2 وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا نزلنا الدونت كير في هذه المكانات فبقى ننزل الوحدات احنا شو نريد الان ايجاد معادلة الواي الواي وين عندي وحدات عندي بالصفر اذا اجيت بالصفر نزلت واحد عندي بالثلاثة ياته بالثلاثة فنزلت واحد عندي بالاربعة هذا بالأربعة نزلت واحد وعندي بالسبعة هذه اللي هي السبعة نزلت واحد وعندي بالثمانية نزلت واحد حتى نتأكد كم واحد عندي خمسة كم واحد آني منزل خمس وحدات نجي الآن أيضا نطبق الخواص الكارنوف أبحث على ثمان وحدات متجاورة ما عندي أبحث على أربعة وحدات متجاورة نعم بالإمكان أن أختار هذول هذا الصف اللي هي الخلايا 0 4 12 و8 هذول أربع خلايا متجاورة فتنطيني حد متكون من متغيرين يا متغيرين اللي هم واقعين ضمن صف السي بار دي بار فإذا حصلت على أول حد سي بار دي بار أدور على أربعة خلايا متجاورة أخرى منو عندي؟ عندي الخلايا 3 7 11 15 إذن هذول ممكن أختارهم سوى متجاورين حسب خواص الكارنوف هذول الأربعة شينطوني أو متغير سي دي شوفهم واقعين ضمن صف سي دي لذلك الحد الثاني هو سي دي هل بقى عندي واحد ما محوطة أو ما مختارة كلا إذن خلص التبسيط إذن معادلة التبسيط لل الاوتبوت واي هو سي بار دي بار زائدا سي دي نجي الآن إلى الاوتبوت الأخير زت هنا نريد ترسم الكارنوف إلي أو مباشرة لو تشوف الزت هو المن يشبه يشبه منه الدي ولكن بالعكس شوف الدي صفر الزت واحد الدي واحد الزت صفر وين ما الدي صفر الزت واحد وين ما الدي واحد الزت صفر واذا رسمنا الكارنوف راح تطلع لنا معادلة الزت هي دي بار اذا وجدت المعادلات المبسطة للاوتبوت ولكل اوتبوت بعد ما وجدت المعادلات المبسطة اجي احول معادلة الدبليو ومعادلة الاكس ومعادلة الواي ومعادلة الزت أحولها إلى بلوك دايجرام أو سيركت دايجرام وانتهى التبسيط أو التصميم أي سؤال عندك حول خطوات التصميم ممكن أن تكتب لي وأني أكون أو أكتب لك الجواب إن شاء الله الفيديو القادم راح أنطي مثال آخر للتصميم
أمنياتي لكم بالموفقية.